السلام عليكم ورحمة الله. أحياء للصف الثاني المتوسط المنهج الجديد، مراجعة الدرس صفحة 37. أولا، لماذا عدت الفطريات مملكة؟ أقول لأنها متعددة الأنواع وكثيرة وتوجد في كل مكان تقريبا. لأنها متعددة الأنواع وكثيرة وتوجد في كل مكان تقريبا. اثنين، تصنف الفطريات بحسب تغذيتها إلى مجموعة، ما هذه المجموعات؟ تصنف الفطريات حسب تغذيتها، طبعا هذه بصفحة 36، هذه المجموعات، هذه عندنا أربعة مجموعات، هي الفطريات البيضية والفطريات الكيسية والبازيدية وكذلك الفطريات اللاقحية، هم موجودة بصفحة 37. زين، هسه وين وصلنا؟ ثالثا، كيف يحدث التكاثر اللاجنسي في الفطريات؟ نقول يحدث التكاثر اللاجنسي في الفطريات، هذا التكاثر اللاجنسي بالفطريات، كيف يحدث هذا التكاثر اللاجنسي بالفطريات؟ يحدث التكاثر، تتكاثر الفطريات عندما توفر رطوبة مناسبة وغذاء، يحدث بنمو الأجسام الثمرية التي تطلق الآفة من الخلايا الجرثومية، بس هذا الجواب مالتها. يحدث التكاثر اللاجنسي بنمو الأجسام الثمرية التي تطلق الآفة من الخلايا الجرثومية، هذا جواب السؤال الثاني، سوري، السؤال الثالث. أربعة، ما الأشنة؟ تعريف الأشنات هياته هي عبارة عن فطريات وطحالب تعيش معا وتساعد بعضها البعض على البقاء، وينتج الطحالب السكر وللفطر لنفسه، والفطر يثبت ويثبت الخيط الفطري الأشنة ويحفظها من الرطوبة، كما يقوم الخيط الفطري بامتصاص الغذاء من السطح التي تنمو عليه الأشنة. زين، عندنا خامسا، نعرف البرعم في الفطريات. البرعم بالفطريات نقول هي الخلية الصغيرة النامية في الخميرة من جسم الخلية الأم الكبيرة، الكبيرة المتغذية جيدا، والتي مع تقدم النمو تنفصل وتعيش معتمدة على نفسها. تفكير الناقد، أولا، لماذا تسمى الفطريات بالكائنات المحللة؟ لأنها تفتت المواد العضوية إلى مواد بسيطة تستعملها كغذاء لها بواسطة عصارات هاضمة. اثنين، لماذا يحصل التكاثر الجنسي بالفطريات؟ يحصل عندما تكون الظروف غير مناسبة كالرطوبة والغذاء. ثلاثة، كيف تتغذى الفطريات؟ تتغذى الفطريات، هذه شلون تتغذى الفطريات؟ هذه تتغذى الفطريات، النقطة الثالثة، كلها لحد نقول محللة أو الغذاء لها. هذه زين. هسه عندنا رابعا، نعم رابعا، يقول لماذا تعد الفطريات مهمة للإنسان؟ لأنها تساعد على تخلص البيئة من الحيوانات الميتة والمواد العضوية الغير الحية، كما إنها تستخدم في بعض الطعام والأدوية.